من الترب من الترب للرياضه، ديما عاملين فيا ديما ما يخليونيش نركز. من الترب نمشيو للرياضه، ومما لا شك فيه باش نحكيو اليوم رياضه، باش نحكيو ديما باش تكون فقراتنا ان شاء الله متنوعه في كل ما نلقاو مناسبه باش نمسوا شريحه معينه من المجتمع. نحنا ما نوخروش، ماذا بينا يكون معانا كل شيء، ماذا بينا الميسيون نتاعنا كلها تبدا جامعه وشامله وتمسكم الكل اللي قاعدين توا تتفرجوا فينا. وبالمناسبه سعيده ذي معايا اللاعب الدولي السابق سي المنجي بن ابراهيم، مرحبا. شكرا اختي كوثر، وانا شرف لي نكون موجود معاك، ولان قاعده تدخل في الفريمال الفرحه للديار الكل، وبارك الله فيك. عايشك عايشك سي المنجي، مرحبا بيك، الشرف لينا نحن انك تكون موجود معنا وتاثث فقره من فقرات نهارك زين. مرحبا بيك مره اخرى. بارك الله فيك. صباح. الحمد لله، هذه مش مزيه، لان احنا اذا كان الكره عطاتنا نجم ونخدموا اخواتنا اللي الحظ ما كانش معاهم، اللي كانوا ملاعبيه فريمون اكسبسيونيل دو نيفو، اللي زاد دخلوا الفرحه للجماهير نتاعهم. واليوم اذا كان ظروفهم صعبه باش يلقاو بقدره ربي اللي كنا نعملوا فيه انديفيديوالمون، ولينا توا كوليكتيف مع سي مختار ذويب، سي زياد تلمساني، سي زبير ربيع، احمد بورشاده، سي خالد فاضل، فريمون سي دي جوار كي اون تو دوني في الكره هذه، وسورتو قاعدين زاد نتعلم معاهم. اللي انا كي تشوف لا كولتور جينيرال نتاع الناس هذوما، والفكره اللي جات باش ناسسوا الجمعيه هذه لخدمه الاخر، والحاجه الباهيه سي حبنا للاخر، لان هذوما الجوارات الكل عندهم عائلات وعندهم اولاد، يلزمنا نقفوا معاهم دولي مومون ديفيسيل. جوستومون هذيك علاش احنا استدعيناك باش تحكينا على لمه جمعيه قدماء اللاعبين الدولي اللي تعملت نهار 19 اوت في الحمامات واللي انت عضو فيها. بارك الله فيك، ونشكر زوجتي، لان لو 19 سي سون انيفرسير، سي ساكريفيي باش انا ما نكونش موجود، نكون موجود في الحمامات. تحيه ليها، تحيه ليها وعامها ان شاء الله مبروك. يسرى، بارك الله فيك. جودي تو سامبلومون اللي هذه كانت فريمون حاجه اكسبسيونيل، الريونيون هذه والعمل الجبار اللي تعمل في فندق في الحمامات، والناس الكل كانوا موجودين، وسي وديع جيري ونشكروه. برشا لاعبين وقدماء اللي يونيك، لان حتى في اوروبا ما تلقاش بعض ساعات راهو ما تلقاش اللمه هذيا، لان احنا التونسي عنده لي ديفو دو سي كاليتي، سيكو التونسي حنين برشا، عندنا وحبنا للاخر، هذيا حاجه اللي اذا كان الكره عطاتك ما تنساش انت اصلك منين جيت. اليوم يلزمنا نخدموا الملاعبيه هذوما ونقفوا معاهم ونأطروا الملاعبيه الموجودين اليوم باش نقولوا له راهو اي باش ما يعملش نفس الاغلاط بور ساكاريا. وهذا ياكد اللي ما فماش قطيعه بين الجيل القديم والجيل الجديد، بون خلينا نقولوا الجيل السابق مش الجيل الجديد. في العاده الكوارجي، وهذه معروفه وانت بيدك قلتها، وقت اللي يضمن على مستقبله سيبون مريقل يعمل قهوه. اليوم الكوارجيه ما عادش خالتيننا باش من خدمتهم يعملوا حاجه اللي تضمن لهم مستقبلهم، تضمن لهم روتريتهم. هذه مشكلة، هي مشكلة كبيرة، هي او نيفو دو لاسيرونس، لأن اليوم حتى جوار اللي إذا كان تصير له إصابة ما عندوش اسيرونس، والجوار إذا كان اليوم باش نعملوا ديزاسيرونس وكل شيء يلزموا يعرف زاد لاسيرونس هذيا اني با فالابل، راهو نهار كامل معناها وأنت في دارك وتنجم تعمل أشياء خارج اني فالابل، ساعة قبل التدريب وساعة بعد التدريب، معناها يوريك اللي إذا كان تصير لك لا قدر حاجة وأنت تسوق في السيارة نتاعك، راهي لا كوفرتور سوسيال دو لاسيرونس ما تجيش. حاجة أخرى، إذا كان أنت عندك أسيرونس باش تعملها 80%، يلزم الجمعية نتاعك يلزمك أنت تعمل أون أسيرونس كومبليمونتير دو 20% هذيك باش تاخذ 100% دو سالير ولا حاجة نتاعك إذا كان صارت لك الإصابة. أنا الشيء اللي عجبني في الأشياء هذه اللي قاعدة تعمل أون إيكيب، سيكو والله أقسم بالله العظيم شيء معناه يبكي. تشوف حالات في المكناسي، في سيدي بوزيد، في بارتو اللي مشينا لهم في السمار، معناها تطاوين سمار ولاية تطاوين. الحاجة الباهية اللي عجبتني برشا سيكو توت لي بروميس اللي نعطيهم قاعدين نفعلوا فيهم، سو كو ني با لو كا او نيفو بوليتيك.
اليوم انت كون تي برومي كلكو شوز تي لو في حتى بارابور تاع فامي وكل شيء. أي. انا ما نقولش انا كلمه لا ما نحبهاش، لكن ما تقول لا الا ما خممت واحد يلاسيوم من بعد. احنا كي نشوفوا نعطيك حتى في القصرين معناها مشينا وفي المكناسي، في المكناسي قاعدين ونشكر سي عمر السيد الوالي نتاع سيدي بوزيد اللي زاد قاعدين ولا ريونيون واحنا ما نعرفوش شنو البرنامج. أي. في معناها في سنتر نتاع مكفوفين ما نحبش انا نقول تو سامبلومون الناس اللي كنون باي دو شانس او نيفو دو لا سونتي، لان برشا ناس راه ما تعطيش القيمه للصحه، يعطيو قيمه للامكانيات بلوس لي زانتيري دي بيرسون قبل الانتيري نتاع البلاد ولا نتاع الوضع اللي موجود في البلاد. وهذه ما تجيش معناها سا بو با ديوري. احنا اليوم نحطوا شعب سو توتيل. احنا قاعدين هكاكا وياخذ السيد الكلمه نتاعو ويقول وبدا يتكلم وبدا يتكلم شو اون فراكسيون سكوند. انا نشوف خويا زبير بيا مع اولاد يعلم بهم ربي الصحه نتاعهم وقاعد لاهي، وسي زياد المساني وسي مختار ذويب اون 10 سكوند المشاكل الكل تحلت بكلمه من السيد اللي خذا الكلمه وقت اللي احنا ما في بالناش ايش يقول. أي. يقول اون تروتر معناها ما نجمش يمشي يجيب الناس عندهم كار وما عندهمش بنزين. لا ماجوريتي دي كلوب اليوم في تونس عندهم البنزين وما عندهمش الكار. دونك بور دير للناس هذوما تخدم البلاد مصلحه البلاد ما نجموش يجيبوا الناس باش يبروفيتيو بالسيتواسيون هذيا. احنا اليوم باش يوريك الاخلاق والتواضع نتاع الملاعبيه سي مختار ذويب وقت اللي انا ناخذ السياره نتاعي نمشي لاي بلاصه كل نص ساعه يطلب ويسال عليا وين وصلت وشن احوالك وصافا لاباس الامور واضحه واحد كل شيء. حاجه اخرى اللي مهمه برشا سكو اليوم راهو كي تشوف عندك جوارات كيما زبير بيا وكيما ناس اللي عطاو الكره التونسيه الكل كي تشوف الناس كيفاش تجي وتبدا والله البارح فرحانين بهم فرحانين بهم مما لا شك فيه. ونحن ديجا قاعدين توا نشوفوا في التصاور قاعده تتعدى في غير ميزور اللي تتكلم تاع اللمه الحلوه نتاعكم نهار 19 اوت. انا الحاجه اللي نقولها اليوم راهو اون دو با جوجي كيلكان قبل ما نعرفوه. لازمنا نعرفوه ومن بعد اون لو جوج. احنا مالوريزمون اون جوج كيلكان سور لاسبي نتاعو هو. أي. شنو هو شنو لا يلزمك تخالط الناس اللي انت اليوم احنا رئيس الجامعه سي دي بلاسي قلبك معبي سي المونجيش بالحق قلبك معبي اش فما احنا يلزمنا نبنيو نبنيو على حاجه اللي في البلاد هذه اكسبسيونيل. انا امي وبابا ربوني سمحنا سميح سمحنا انت انا عشتي وانا صغير ما كانتش سهله اوني تي ديز دو لا فامي بابا وامي سيتي بلوس كو دي برانس معناها انا ما جامي مونكي دو ريان الحمد لله وقت الظروف ما كانتش اكسبسيونيل وراضين علينا عندي اخواتي الاكبر مني وعندي البنات ونحييهم لكن اليوم لازمك تبني على الشيك نتاع حياتك اليوم وشنو تبني عليه حبك للاخر وقت اليوم البوتنسيال الموجود في البلاد هذيا ماذا كان نعرفوا كيفاش نسوقوا احنا اوني اوتاج دو بيرسون لا في السياسه لا حتى شيء. انا الحاجه اللي تعجبني سكي كي نسمع انا خويا زياد ولا سي مختار ذويب ياخذوا السياره ويجيو للقصرين بالسياره باش يعاونوا كي نوصلوا للقصرين احنا وقتها تلهينا بالمكاتب غديكا وهزينا كل ما به لازم مع خونا عادل بوهلال ونحييه طلع لي ولد في الكار انا ديما نطلع الاولاني باش نقعد قدام في الكار خاطر ما نحملش النقعد التاليه نقعد قدام يعطيك الصحه ويطلع ولد صغير ما نعرفش منين جاء 8 سنين والامن موجود وكل شيء يطلع الولد الصغير ويخزر هكاي الفوق قلت له باش نعاون وانا فينونسيرمون خايب انا قال لي ما نحبش فلوس قال لي نحب كتب بالسيف باش قبل الفلوس من عندي بالسيف وقت اخويا فوزي بن قبره موجود معانا انا نقول تو سامبلومون اليوم هذوما يعطيوك دروس اليوم كي تجي بعد ساعات يطلبك واحد في امكانيات باش تعاونه وفي الليل يقول لك ظروفي صعبه وفي الليل تلقاه في حاله ما تجيش معناها هذا سي فوزي تحديدا قاعد انت توا تجاوب على سؤال معناتها بكل سي المونجي بكل معناتها معناتها بصفه عامه شنو بالضبط اللي مخلقك شنو بالضبط اللي اسال دموعك تو؟ اللي مقلقني ونعرفوا نحن اللي دموع رجال صعيبه معناها فما حاجه مقلقتك ما يسالش احكي وسمي اذا كان نجموا نوصلوا نحن صوتك تو معناتها من غير ما تحكي بصفه عامه
فكرتك فكرتك وصلها. شو جو قلت؟ ونعرف انت مش تحكي لفئاتك، لفئات القطاع بصفه عامه. انا نحكي للقطاع شو نايو لا شونس احنا توا كجوار اللي كنا عندنا مربين دو تري او نيفو. اي. كسوا في المكتب، كسوا في المدب، كسوا بارتو الحمد لله يا ربي. سيك يقول لك الفرنسي دي موا كي تو فريكونت تو ديري كي تو اي. لان اليوم راهو الاشياء هذه راهو اليوم يلزمنا نأثروا. اليوم الاولياء سون ريسبونسابل. سيمونجي هذا هو سبب بكائك؟ اي لان اعطيني السبب. اللي هتقول لك اذا كان ما عندكش مش باش تقول لي سبب، قول لي نتعدى. اختي كوثر، اختي كوثر ليش نقول لك حاجه؟ راهو قبل ما تحكم على اشياء يلزمك تعيشهم. اي احنا شفنا اشياء راهو شفنا شنو اللي مبكيك انت توا؟ اللي بكيني الحاله نتاع الناس هذوما. اللي هما شكون هم؟ اللي كساسوا لي جوار لي زونسيان جوار كساسوا الحمد لله. معناتها فما اللاعبين القدامى انت شفت فقر متقع خليك تبكي؟ لا كان تشوف وتمشي معنا ان شاء الله مره وتشوف على عين المكان لان راهو في الدنيا هذه تنجم تسميهم لي ولا تهز كان معاك فعلا ما تحبش تحرش كساسوا في قصور السيف في السمار يعني هذوما كانوا لاعبين لاعبين دوليين هذوما اللي زرناهم كانوا يعبروا وبعد وصلوا للفقر المتقع هذوما لي زانستيسيسيون اللي مشينا لهم هذوما اما جوارات راهو كي تشوف الظروف اللي كان يعيش فيها عيادي الحمروني وهذاك سي اون بريوريتي شو يجي نقول لك حاجه انا عشت وخلطت ناس انا جاي لا شانس دو كونيتر زيدان وريال مدريد واحد كل شيء باش نعطي لا 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 ايلا دي لاسوسياسيون هو وليد سويسري جاي يحب اوتوغراف من عند زيدان هو اسمه ايلان وتعاملت لاسوسياسيون ايلا كان تشوف الشيء اللي قاعد يعمل في زيدان وانا عملت مع في سويسرا وكل شيء اليوم ثم ناس في اوروبا كان جاو هما يشاهدوا هما مسلمين مش احنا لان البوتنسيال اليوم انا شو نقول جوارات الامكانيات موجوده ويكذب عليك اللي يقول لك احنا اليوم اوني اوتاج من ايطاليا وفرنسا اليوم اللي توانسه كانت تمشي ويكاند لايطاليا وفرنسا اليوم الفيزا يتكلف 15 مليون الفيزا ويعلم ربي كيفاش يدخلوا لايطاليا غاديك ويسلموا فيهم احنا اليوم الوقفه نتاع الجوارات هذوما اللي بتاتري زون في ديزيرور ما يلزمنا نقفوا معاهم اليوم خاطر وراهم عائله اليوم انت كي تمشي لبلاصه اي مكان وتبارح انا في الحمامات واحنا في الحمامات وجاني راجل اللي هو صاحبي اللي تعرفت عليه كان في الحمامات حاتم ولا صاحبي اللي هو يعيش في سويسرا في بازل قال لي خويا منجي راهو ثم راجل يعلم بربي ونيفو صحته مسكين وواحد كل شيء وعنده ولده 5 سنين مرته غادرته كل شيء راهو يموت على زبير بيا قلت له تو تمشي تجيبه بالسياره وتو نكلم الوتيل باش يدخل وكل شيء والحمد لله انت عندك علاقات باش يدخل وتخل تشوف اشياء شيء بك تشوف زبير بيا وبارك الله فيه انا نقول لك اليوم اذا كان احنا موجودين هكايا سي ا بوليتيك سي بور سيرفير لوتر ديتر اوتيل ا لوتر مي ايمي سو ني با تو بيرميتر سافو با دير انا كي باش ننصحك ونكون شيء باش ما نندمش من بعد اللي انا ما قلتلكش الكلام هذايا راهو تشوف حالات ثم جوارات ما عندوش اليوم الحليب لاولاده ما عندوش اليوم حتى شيء باش يعيش حياه كرجل وعنده الزهر اللي هو كان فوتبالور اليوم انا نقول لهم جوارات نتاع توا افتح قلبك افتح عينيك واخزر على يمينك وعلى اليسار بتتر ثم ناس ما عندهمش يشتروا الحليب لاولادهم لان الامكانيات موجوده اليوم حره انت باش تعمل بفلوسك اللي تحب اليوم فاتوره اخر مره 12600 دينار في ريستوران انت حره باش تعمل كيما تحب اما عامل دولا ديسكريسيون مش لازم نقول عليها جوار اكتويل جوار اكتويل تعشى مع اصحابه خلص فاتوره على اصحابه 12600 دينار انت حره باش تعمل بفلوسك سو كو تي فو ما يفتح قلبك ما يسالش خاطر في الدنيا هذه متهز معاك كان فعلك اليوم انا نقول لك اليوم نخزر انا سي حمد هنا جا سي محسن حباشه سي عبد السلام عظومه ناس جاوا سي منصف بواده من القروان جاوا هالناس هذوما اليوم برشا ناس سي ديزوبورتونيست يحكي لك على الجمعيه اللي كونته ايش عملت معاها الجمعيه اللي كونتك شنو هو عاونتها او نيفو فينانسي اليوم الجمعيه اللي كونتك اليوم كو ديزوبورتونيست ثم ناس عندهم عقرب في جيبهم اللطف ما يحبوش يعاونوا ثم ناس يحكي على الزوالي وهو يستغل في الزوالي كيما فما زاد ملاعبيه وانا شفت توا دون دو سمان التالي تبرعوا الفو بروفيل معناتها تلمو يحبوا يعاونوا وصلوا تبرعوا الفو بروفيل اللي كان باسم وليد الهجري بحكم ثقتهم فيه وصلوا تبرعوا له بعد طلع فو بروفيل هات نتعداو سي المونجي الملخص سامحني اختي كوثر انا باش نقول لك على هذايا سكو احنا اون فاس سور بلاس اي كل شيء على عن المكان اون ديريكت
في كل الاماكن. انا مره سمعت بالكاع نتاع انا غلطت في التليفون، كلمت سي مختار ذويب انا ما كلمتوش، غلطت في التليفون يا اخي رجع لي. قلت له سامحني راني مش انت باش نطلبك، راني غلطت. قال لي رانا في تونس. قلت له ما انا باش نلوم عليك. جاو سي عبد الله الطرابلسي الله يرحمه ونعمه، انا كنت رمسر دو بال نحيت له ساقه مره من الفيلي وكل شيء. قال لي راهو ظروفه منه ومن تفدلك حاسي له. مشيت له من غدوه، مشيت له سي حليم هزني لي. مشيت نلقاه حط لي زوز كراسي لبرا، ما حبش يخليني ندخل وين يعيش هو، ما خلانيش ندخل. قلت له انا باش ندخل دارك. قال لي لا سي منجي. قلت له والله لما ندخل دارك. وبالسيف دخلت للدار. لا سويت ما نحبش نحكيها. نبدلوا شويه، نبدل لك شويه جو. سي المنجي البارح كان لقاء رئيس جماعه التونسيه لكره القدم السيد وديع الجريء، كان نهار الاربعاء. شنو هو كان ملخص اللقاء هذايا؟ وين وصلتوا مع وديع الجريء؟ هو البادره كانت من طرف سي خالد حسني من الاول. الكابتن خالد حسني، شفته الكابتن خالد حسني بقوه الشخصيه نتاعو بالدموع. ما نحكي لكش بالدموع الكابتن خالد حسني، لان اليوم كابتن خالد حسني خذا القرار هذايا ومشينا معاه ومشينا رئيس الجامعه. اللي انا ديما نقول ما تحكموش على شخص، حكموا عليه على فعله. كما قال دلائل الامان جوجي با كيلكان لي كوتا فلو جوجي بور سي زاكت. وموجودين ومشينا، الناس الكل انبهرت باللاكوي نتاع سيد رئيس الجامعه وسي صغير زويته ديريكتور تكنيك وسي قيس رقاز اللي قاعد يخدم في خدمه كبيره برشا دون لومبر كيما نقولوا احنا. وكان انا كوي اكستراوردينار. وخرجنا افيك علاش احنا دي زانسيان جوار ولا لي جوار اكتويل اون في بارتي دون فيدراسيون ولا تيت دو سيت فيدراسيون. انا نوم تري انتيليجون وقاعد يخدم في البلاد. الشيء الانجازات اللي نعرفهم انا شفتهم وشافوهم الجوارات هذوما الموجودين توا اللي مع عام 77 ما حطوش ساقهم في الفيدراسيون التونيزيان، خرجوا بافكار. اللي قلت لهم انا خذيت الكلمه قلت لهم سي وديع جري سوني با ان انتيري، انا عندي انتيري به، انا نشكره على فعله وشربت معاه قهوه في الفيدراسيون التونيزيان دو فوتبول. جو لو ريسبكت سو مسيو بور لو ترافاي كيل في. لكن اش قلت لهم؟ قلت لهم اليوم احنا وقت اللي خرجنا ولقينا الدعم الكامل من سي وديع وجوارات كانت فريمون الكلهم معناها بور لانتيري دو فوتبول اي دي فوتبالور كسو سو انترناسيونو. راهو ثم ناس يقول لك وجوارات الاخرين ما يخافوش لاي حاله نتاع جوار دو فوتبول، خاطر ما تنجمش اليوم تعمل افي وتعمل افي ولا تزيد لتر اخرى باش تولي لي زونسيان جوار تولي سي با. اما جو سوي كونفانكو اللي خواتنا الكل اللي قاعد لاهين بالاسوسيسيون هذوما باش يكونوا في المستوى. انا اذا كان ليموسيون هذيا بسؤالك اختي كوثر، لان جو ما تندي با اون كيستيون كوم سا. نقول لك الحقيقه وانت بارك الله فيك، لان راهو يقول لك كوم كريتيك اون بيان وان مال دو مومون كوم بارل دو موا لو بلوز امبورتون مي سي دي زاكت. احنا الحاجه الباهيه سي على عين المكان كان تشوف في السمار اختي كوثر، شفنا دي سيتياسيون في السمار اقسم بالله العظيم. خرج زبير بيا وسي مختار ذيب وسي وزياد المساني والجماعه خرجوا اون 10 مينوت اون افي لي زاشا اللي ما تتصورش البال نتاعك فيهم. مش لازم نقول عليهم شكونوا انورم، وتعملت العمليه اون تري بو دو تون. انا شو نقول؟ سي اون فو اون بو. اليوم لا ليبرتي ديكسبريسيون اللي عندنا عندها ليميت، راهي عندها ليميت في كل شيء. اليوم اذا كان تخدم البلاد هذيا تخدم بور سكو لو باي تا دوني. سي المنجي خلينا نحكيو اون 30 سكوند على المنجي بن ابراهيم في حد نفسه اون 30 سكوند، خاطر فريمون الوقت ضبطنا. تجربتك في سويسرا علاش ما استثمرتهاش في تونس؟ استثمرتها في تونس. تنقول لك حاجه، انا استثمرت بياسور في تونس. تنقول لك حاجه، نحكي كمنجي بن ابراهيم، مانيش نحكي كجمعيه وكحاجة. لا تهنى، احكي لي على روحك. لا تهنى. شو انا مظهر برشا في حياتي الحمد لله، والحمد لله يا ربي. كنت نخدم في اوتيل كسيرفور وشرف ليا اللي انا نخدم في اوتيل كسيرفور عام 94. تعرفت على مسيو فرانسيس بوريلي؟ قلت لك 30 سكوند سي المونيك. باي بور فو دير، لا معناها شرف ليا اللي كنت نخدم سيرفور. شرف لينا الكل. لينا بوتيتر بور سيرتا ما عندهم معنى بور دير. والحمد لله يا ربي. الكل نخدم، انا اللي كنت نخدم جيرونت في سال دو سبور على دو 18 و 17 وقت اللي قالوا لي كل شيء. قالوا لي مانا بلانيت انت جيت. قلت لهم من تونس.
قالوا لي مالا ملاعبي. قلت لهم دي منجي بن ابراهيم انا بلان ما جاي لا شانس لي زوتر نون باي شانس. علاش مش المنتخب تو؟ لا كبرت انا توا في الفيدراسيون تونيزيان دو فوتبول. لا ثم ناس عندهم الكفاءات احسن مني انا بور انا ما نحبش نحب انا جو سوي ان الكترون ليبر. وباش تقول لي انت حاجه اللي ما نجمش نحكي فيه سوجي برشا، انا كي جيت لهنا تقابلت مع سي مدرس زنادي بور اتر اوتيل او بيي، وعملت سنتر سبورتيف في جامارك كي دو تري تري او نيفو بفلوسي. وعندي حتى الدعم نتاع الدوله رفضته باش سيد الوزير السابق. قلت له هذوكم يمشيوا يفرقوهم على ناس اللي مستحقين، وعملت الحمد لله يا ربي مسيره حافله الحمد لله مصلحه البلاد. لان انا السنتر اللي عملته الفرق 90% نتاع الفرق التونسيه بلاش يتدربوا عندي. باش نعمل اكاديميه انترناسيونال دو فوتبول باش نخدم بلادي ونخدم الصغيرات الموجودين اليوم. النادي الافريقي بعد الدعم القطري هل فما تحسن؟ شو التحسن ما ينجم يجي الا بالجيستيون. اليوم انا نقول النادي الافريقي قوه الترجي الذي التونسي شنو هو جيستيون دو ليكيب جيستيون دو كلوب اللي هي جيستيون كيما نجم الرياضي الساحلي ثم مشاكل كيما النادي الافريقي لان علاش لا جيستيون ني با اون جيستيون معناها بروفيسيونيل. هذا اللي يخلي للنادي الافريقي اليوم بالشعب نتاعهم ثم ناس تقول بايرن ميونيخ عاونتها دورتموند عاونتها الجمهور نتاعها سي با فري. اللي عملته النادي الافريقي سي اونيك او موند لان دورتموند وكان مش بايرن ميونيخ اللي عاونتها راي دورتموند اليوم في السانكيم ديفيزيون تلعب اليوم. علاش نقول لك لي زانتيري دي بيرسون قبل قاعدين نعملوا في قبل لانتيري دي كلوب لانتيري. اليوم قل لي انت سو كو تي فا مو رابورتي اي كفلوس، ما تقوليش شنو هو الدعم نتاعك اللي باش تعمله بور لانتيري دي كلوب. انت تشوف النادي الافريقي اليوم تشوف لوتيل سامحني في الكلمه قرقوطه، تشوف التيران سانتيتيك انا قلت المره الاخرى عمره 100 سنه، معناها يوريك اللي ثم صغيرات قاعدين نظلموا فيهم. حاجه اخرى الاولياء حذاري حذاري حذاري. اليوم تمشي تتفرج في ليزونترينمون تلقى ولي اطلع يقول له بابا لونترينور قال لي ما تطلعش، يقول له كلمه كبيره اللي ما تتقالش بارابور حتى على ولده او نيفو ديليدوكاسيون، يقول له شو يهمك فيه لونترينور اطلع. يجي ولد باش يعطي باس يقول له ما تعطيش باس هذاك قبيله ما عطاكش باس. جوستومون سي كوا سيت سيتياسيون؟ سامحني بربي سي تريز امبورتون اختي كوثر. راهو اليوم قاعدين نخرجوا في ولادنا من المكتب اللي انا اليوم عندنا اون بونس كو ولدي ميزاب تاع فلوس. اليوم عندك 100,000 انفون قاعدين يغادروا المدرسه. اليوم بالولاد هذوما اللي حكيت لك عليهم خويا زبير بيا وسي مختار ذوير نشكرهم على العمل اللي قاعدين يعملوا فيه. سي كيلكو شوز دانكرويابل لخدمه الجميع لخدمه الاخر، لان عندنا ان بوتونسييل اكسبسيونيل او نيفو دو فوتبول. جو بار فوتبول وتتفكرني حتى او نيفو دو سبور انديفيدوال وقاعدين نوريو فيه. لكن لانتيري نتاع الاشياء هذه قبل لانتيري بيرسونيل نتاع الاشخاص. يعيشك سلمونجي بن ابراهيم اللاعب الدولي السابق، مرحبا بيك في كل وقت تأنس وتشرف. نمشي وتتسوي الضحكة على الطاير، وما زالت فقراتنا متواصلة، ما زالت الفقرة الدينية اللي نستناو فيها من جمعة لجمعة وجرين داي ميتا وضحكة على الطاير، ونرجعوا لكم توت سويت.